وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر أبناء الخريجين من كلية الشرطة وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدين اليوم، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكد فيها حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش، وذلك تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لمصر. أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا، شهداء مصر، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز اقول لكم ان احنا كلنا في الدنيا اللي احنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها الا الشهيد، بتفضل ذكراه عطره لما قدمه من تضحيات من اجل وطنه. وانا عايز اقول لكم انا شايف الاسر موجوده هنا، وانا حرصت على ان دايما في كل الحفلات بتاعه يعني الشرطة والجيش ان يبقى نسبة من اسر الشهداء تبقى حاضرة معانا، اولا تقديرا واعتزازا بهم وامتنانا لما قدموه لنا.